أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. نشطاء يدشنون واسمي مصباح القدس وأسد الأقصى للاحتفاء بالشهيد مصباح أبو صبيح منفذ عملية القدس، وأحمد نصفين حملة إلكترونية للكشف عن مصير المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب المختفي قصريا منذ 7 أيام. وهاشتاج مصر تصوت لصالح المشروع الروسي يتصدر تويتر في عدة دول عربية وسط غضب متصاعد من النظام المصري. وفي نقاش الليلة مبارك يعود من جديد، ولكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاسر يوعد مبارك إلى أجواء الحياة من جديد. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب. أيضا بإمكانكم أن تشاركونا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها، فضلا عن الإجابة على استطلاعات الرأي والتي نجريها يوميا. شاركونا. إذن في الفقرة الأولى نناقش هذه القضية التي تتعلق بفلسطين، خصوصا في القدس حيث احتفى عدد كبير من الفلسطينيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بالشاب الفلسطيني مصباح أبو صبيح الذي نفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة اليوم، والتي أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد منفذ العملية. وحظى هاشتاج أسد الأقصى بحضور هائل على المنصات الاجتماعية، وهو اللقب المشهور به الشهيد مصباح منذ سنوات بسبب حبه الشديد للأقصى ورباطه المتواصل هناك، وهو ما أدى لصدامه دائما مع جنود الاحتلال، ما تسبب في سجنه وإبعاده عن الأقصى لفترات زمنية متعددة. كما دشن النشطاء هاشتاجز أخرى للإشادة بالعملية الأخيرة، منها مصباح القدس وعودة الرصاص، والتي ضمت جميع هذه الهاشتاجز قصص ومواقف للشهيد أبو صبيح وبطولاته مع عدد من مقاطع الفيديو والصور التي تنقل جانبا من حكايته مع الأقصى. أيضا تداول مغردون فلسطينيون مشاهد للحظة إطلاق الشهيد مصباح أبو صبيح النار تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتمكنوا من قتله داخل سيارته. متابع. طيب السيارة بتيكسر شرد وحش سكر عليه. الله أكبر، تكبير. صح الجندي كتل اللي على المطار مال تخل على المطار خزكوت كزت مات اسمه تخش كمان مرة مات خلص كتير شكل عمليتين طيارات. إذن هذه لقطات من عملية إطلاق الرصاص على جنود الاحتلال. أيضا المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدا، هي آخر كلمات الشهيد الحاج مصباح أبو صبيح. نتابع. المسجد الأقصى المبارك أن يداوموا على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو أمانة في أعناقنا، أمانة ليوم القيامة. سيسألنا الله عز وجل ماذا قدمنا للمسجد الأقصى المبارك. للإحتلال أنكم مهما تكالبتم ومهما ظلمتم ومهما تعالى ظلمكم ومهما قدمتم إلينا من مجازر ومن ويلات، ولكننا بعون الله عز وجل إننا صامدون في قدسنا، صامدون في المسجد الأقصى المبارك. أبعدتمونا عن المسجد الأقصى المبارك، رابطنا على أبوابه. أبعدتمونا عن البلد القديم، رابطنا في القدس. أبعدتمونا على القدس.
إذن هذا المقطع لاقى إقبالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ أسد الأقصى ومصباح القدس، ومن ثم تداوله النشطاء، كتبوا أيضا تغريدات كثيرة على هذه الهاشتاغز. نبدأ بتويتر على سبيل المثال، كتبت رشا قائلة: عملية مصباح أبو صبيح أقوى صفعة للاحتلال، بأن الأسرى والتنكيل لن يردع الشعب الفلسطيني من الأخذ بثأره. تقبلك الله يا بطل أسد الأقصى. هذا الهاشتاغ الذي حظى بتفاعل كبير. أيضا عبد الله كتب قائلا: أسير محرر ومرابط دائم في القدس ومبعد عنها، ثم بطلا فدائيا ثم شهيدا، سيرة حياة البطل مصباح أبو صبيح وأنعم بها من سيرة أسد الأقصى مصباح أبو صبيح. خالد أيضا كتب قائلا: عودة الرصاص في القدس المحتلة، له بريقه وصوته ورنينه المختلف، يعود هذه مرة على يد أسد الأقصى منفذ عملية اليوم في قلب مدينة القدس. أيضا أصال كتبت قائلة: الثورة تولد مع كل فلسطيني يخرج من رحم أمه، فيجد نفسه في المنفى أو تحت سياط الجلاد، ينتفض فيقذف حب الوطن في القلب من جديد. هاشتاغ أسد الأقصى. أيضا إبراهيم كتب قائلا: إدانة السلطة لعملية القدس عار لا يمثلنا وستدفع ثمنه، فالتذلل والتمسكن للاحتلال لن يمنح هذه السلطة شرعية البقاء وستستمر انتفاضة القدس. هاشتاغ أسد الأقصى. أيضا هاشتاغ مصباح القدس محمد الداية كتب عليه قائلا: القدس حبلى بالرجال الأبطال الذين يذيقون العدو الصهيوني الموت الزؤام، كل التحية للرجال ونسائي وأبطال القدس. هاشتاغ أسد الأقصى وهاشتاغ انتفاضة القدس. أخيرا الآن مع أبرز الصور والتي جاءت عبر هذه الهاشتاغ، خصوصا هاشتاغ أسد القدس. متابعة دشن نشطاء مصريون حملة إلكترونية للكشف عن مصير الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب بعد القبض عليه من جانب قوات الشرطة وإخفائه قسريا منذ 7 أيام دون عرض على النيابة أو تقديم أي معلومة لأسرته عن مصير ابنها الذي يعد أحد رموز العمل الطلابي في مصر. حظت الحملة أيضا التي انطلقت عبر هاشتاغ أحمد ناصف فين وهاشتاغ أيضا ناصف فين بدعم كبير من زملاء ناصف ومن النشطاء الحقوقيين الذين طالبوا جميعا بسرعة الكشف عن مكان أحمد والسماح لأسرته بلقائه للاطمئنان على أوضاعه في ظل أخبار مسربة عن تعرضه لعمليات تعذيب شديدة بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني. أيضا مقاطع عديدة تم تداولها للطالب أحمد المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، نشاهد منها المقطع الحالي حول جانب من رؤية الحركة للعمل الطلابي. نتابع. أهم أولوياتنا في هذه المرحلة في أربع أولويات. أولها الحفاظ على نواة صلبة من الحراك تستمر ضد هذه السلطة، تحافظ على الحركة الاحتجاجية في الشارع وتكسر حاجز الخوف. ثانيها أن نحافظ على طليعة المواجهة من أبناء الحركة الطلابية والشبابية ونعدهم لمرحلة ولمراحل وموجات قادمة تكر فيها الثورة على الثورة المضادة من أجل استعادة مكتسباتها. ثالثها هو توسيع شرائح التواصل مع المجتمع، سواء المجتمع الطلابي أو الجماهير بشكل عام. رابعها هو الإيمان بشكل واضح بضرورة استعادة الاصطفاف السوي
لأبناء ثورة 25 يناير. إذن للوقوف حول آخر التطورات بخصوص الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف معنا عبر الهاتف من القاهرة شقيقة أحمد رفيدة. أهلا وسهلا بك رفيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام رفيدة. رفيدة أنا نعم أهلا وسهلا بك في هاشتاج طالب أحمد ناصف المعروف بأحمد ناصف. أحمد كان متحدث سابق لحركة الطلاب ضد الانقلاب لمدة سنتين. أحمد حاليا مختفى قسريا اليوم السابع على التوالي. بداية احنا عرفنا اختطاف أحمد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض أصحابه اللي أكدوا إن التواصل انقطع معاه تماما. ده من فجر 2/3/10. بعديها بدأنا ناخد أي إجراءات إن احنا نعرف مكان أخويا فين. بعثنا تلغرافات لوزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المجلس القومي لشؤون الإنسان والنائب العام، بس لحد دلوقتي مفيش أي رد يعرفنا ويطمنا على أخويا. كل الجهات بتنكر وجود أحمد عندها والإنسان بتنكر وجود أحمد عندهم. عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية وثقت حالة اختطاف أحمد، منهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس. لحد دلوقتي ما نعرفش أي حاجة غير كلها توقعات بتقول لنا إن أحمد في مبنى أمن الدولة في شاغوغلي. ماما قدمت بلاغ للنائب العام امبارح برقم 12612 بتاريخ 8/10/2016. ماما طلبت في البلاغ للنائب العام بالزام وزير الداخليه بالاصلاح عن مكان احتجاز احمد واخفاء سبيله والتحقيق مع مرتكبي الجريمه اللي بتنافي كل المواثيق والقوانين. كمان النهارده حضرتنا دعوه لمجلس الدوله بطلب وزير داخليه الانقلاب بالاصلاح عن مكان احتجاز احمد. حاليا احنا ما نعرفش حاجه عن احمد. احمد كان طالب بكليه الهندسه في الفرقه الرابعه في جامعه الزقازيق. احمد فضل 3 سنين مقاعد بعيد عننا وبعيد عن ماما وبابا، ما نعرفش اي حاجه عن احمد. كل اللي احنا عرفناه عنه هو زارنا مرتين، في المرتين كانوا اقل من 10 دقائق. ماما فضلت تعبانه وبابا تعبان بامراض مزمنه ما شافوش احمد فيهم. حاليا احمد مختفي وكل اللي نعرفه ان هو بيتعالج وسط تعذيب في مكان يدل على طيب. كل يعني يخلي كل المواثيق. طيب رفيدة، هل كان أحمد متهما في قضايا سابقة أو على ذمة التحقيق في هذه القضايا؟ أحمد ما فيش أي اتهام غير أحمد، بس كان متحدث سابق لحركة التوافد ضد الانقلاب لمدة سنتين بس. كان بيدافع عن حقوقه وصحابه وكان بيحلم بتغيير البلد، لكن للأسف البلد مش هتتغير ومش عايزة تتغير طول ما احنا في الوضع ده. طيب رفيدة، ما هي الخطوات التي من المفترض أن تتقدموا بها كأسرة أحد المختطفين قسريا حاليا؟ هل أنتم تحدثتي أنكم يعني سألتم عليه داخل النيابة وداخل أقسام الشرطة، لكن هل توجهتم مثلا للنائب العام وقدمتم بلاغ أو شيء من هذا القبيل؟ ذكرت لحضرتك ان ماما قدمت بلاغ للنائب العام برقم 12612 بتاريخ 8/10/2016 انها طلبت في النائب العام بالزام وبالاصلاح عن مكان احتجاز احمد والتحقيق مع مرتكبين جريمه اللي بتنافي كل المواثيق والقوانين والدساتير اللي في العالم كله. اذا شكرا لحضرتك برضه. انه النهارده حضرتنا دعوه لمجلس الدوله بطلب الوزير الداخليه بالاصلاح عن مكان احتجاز احمد. برضه من خلال شاشة الجزيرة عايزة إن أنا أحمل مسؤولية سلامة أحمد وصحته لوزير الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالكامل ورئيس الجهاز بالكامل ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وبالناشط من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان تواجد أحمد ونعرف حالته ورئيس صحته دلوقتي. بالمناسبة أحمد أخويا ما بيعانيش من أي أمراض. أحمد أخويا في صحة جيدة لحد يوم ما اختطف واحنا ما نعرفش عنه حاجة. نعم. هطلب من حضراتكم بس تنزلوا هاشتاج أحمد ناصف فين على الشاشة عشان كل الأحوال نتفاعلوا مع الهاشتاج ونعرف نقدر نوصل لأخويا. أخويا هيبقى مهند تاني، أخويا هيتصفوه مش هنقدر نوصل له ولا نعرف عنه أي حاجة. أخويا هنستلمه بعد كده جثة. أخويا لو مش عرفنا مكانه دلوقتي هنستلمه جثة. طيب وصلت دلوقتي، احنا عايشين في غابة. نعم بالفعل رفيدة، نشرنا هذا الهاشتاج واستعرضنا بعض التعليقات منه وسنستعرض أيضا. إذن شكرا جزيلا لك رفيدة شقيقة أحد أو شقيقة أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة الطلاب ضد الانقلاب. أخيرا الآن نترككم مع أبرز الصور والتي جاءت تعليقا على اختفاء أحمد ناصف. نتابع.
صدر هاشتاج مصر تصوت لصالح المشروع الروسي لائحة الأكثر تداولا في عدة دول عربية وسط حالة من الغضب على النظام المصري بعد قيام مندوب مصر في مجلس الأمن بالتصويت لصالح قرار روسي بشأن الأزمة السورية مخالفا التوجه العربي الرافض للقرار الذي حظى بدعم 3 دول فقط بجانب مصر هي روسيا والصين وفنزويلا. واعتبر الكثيرون من النشطاء الموقف الحالي تعبيرا صريحا من نظام السيسي الذي يتماهى مع النظام السوري ويهدر دماء السوريين التي استباحها بشار الأسد بدعم مباشر من القوات الإيرانية والروسية. وأكد بعض المغردين أن المواقف الدولية والتحالف مع الروس ستلحق العار بالنظام المصري الذي أصبح يوما بعد آخر عدوا للأمة الإسلامية والعربية من وجهة نظر هؤلاء المغردين. أيضا المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن عبد الله المعلمي قال إنه كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافق العربي من موقف المندوب المصري. نتابع. كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافق العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلما، ولكن أعتقد يوجه السؤال إلى مندوب مصر. كانت تمثيلية مهزلة تقديم قرار مضاد لم يحصل إلا على 4 أصوات، وأنا أرثي لهؤلاء الجهات التي صوتت لصالح القرار لأنها واجهت رفضا عنيفا وقويا. إذن بخصوص هذه القضية سيل من التغريدات جاءت على هاشتاج مصر تصوت لصالح المشروع الروسي. نبدأ بتويتر سريعا مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي قائلا الدبلوماسية المصرية غريبة، صوتت مع مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يفرض حظر طيران فوق حلب ثم صوتت لمشروع روسي يناقضه خلال أقل من ساعة واحدة داخل مجلس الأمن. عبد الرحمن أيضا كتب قائلا على تويتر أبو الغيط أمين الجامعة يأسف لعدم توصل مجلس الأمن لوقف النار على حلب، لم يأسف أبو الغيط على موقف مندوب مصر الذي وقف ضد العرب جميعا. السياسي السعودي خالد التويجري كتب قائلا أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات، نسيتم مواقفنا معكم كأشقاء. سالم العتيبي أيضا قال أعتقد أن مصر تصوت لصالح المشروع الروسي لخدمة مصالحها الشخصية، والمحزن أنها على حساب دمار حلب بسوريا. للأسف مصر السياسة لا تحمل مبادئ. إذن من هذه التغريدات إلى الصور دعونا نشاهد الآن أبرزها والذي تم تداوله على هاشتاج مصر تصوت لصالح المشروع الروسي. نتابع. إذن الآن مبارك يعود لمواقع التواصل مجددا، نلتقي مع جاسر ولكن بعد فصل قصير ابقوا معنا. لا تأخذ الدواء إلا بوصفة فقط، تنبيه من الحكيم. مع الحكيم الأربعاء 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة مباشر.
اعتاد المصريون منذ أكثر من 30 عاماً على سماع صوت مبارك أسبوعياً مر على الأقل خطابات في كل المحافل المحلية والدولية بنبرة صوته الرخيمة المعبرة عن رجل حكم أكثر من 30 عاماً. ولكن فجأة في عام 2011 اختفى الرجل واختفى صوته، إلا أن صوته عاد مجددا ليتحدث عن مباريات الزمالك والأهلي، تسريبات الثانوية العامة، محاولة الانقلاب في تركيا وغيرها. من صاحب هذا الصوت الشبيه بصوت مبارك والذي غزا بفيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي؟ جاسر الأنور شاب مصري نستضيفه الليلة لنعرف المزيد عنه. ولكن قبل أن نبدأ نقاشنا مع جاسر نستعرض هذا المقطع الذي يتحدث فيه جاسر بطريقة مبارك عن ذكرى حرب أكتوبر. نتابع. الإخوة المواطنون، في ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة تحدث اليوم عن حرب عظيمة انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي المتغطرس ولقنه درسا في فنون القتال. كل سنة الناس بتسألني عن الطلعة الجوية اللي كانت سر المفاجأة وكانت ضربة البداية، وكان الطيار المصري بيصيب الأهداف بدقة بالغة للغاية نتيجة لتدريبات شاقة جدا، وده أدهش العالم كله وأدهش الخبراء السوفيتي اللي كانوا حاطين نسب خسائر تعدي 40%. وكانت الضربة الجوية زي ما قلت هي مفتاح النصر وضربة البداية. إذن ينضم إلينا الآن الشاب المصري جاسر. أهلا وسهلا بك جاسر. مقاطع أهلا وسهلا بك في هاشتاك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا جاسر. إذن مقاطعك المصورة حازت على الملايين من المشاهدات على فيسبوك وكذلك على يوتيوب وعلى تويتر خلال الفترة الماضية، ولكن لا أحد يعرف من هو جاسر الأنور صاحب هذه الفيديوهات. لو تعرفنا عن نفسك في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاسر الأنور، مهندس، بشتغل مهندس مدني ومن اسكندرية أصلا، وشاب عادي يعني ما لا أدعي إن أنا أفقه في السياسة حاجة ولا إن أنا نشط سياسي أو شيء من هذا القبيل. بعمل الفيديوهات ديت كهواية من فترة طويلة جدا، ومؤخرا انتشرت يعني وناس كتير شافتها الحمد لله وبس. طيب جاسر، أنت مهتم بالرياضة ومنذ قليل فاز المنتخب المصري على كونغو في تصفيات كأس أو كأس العالم في الواقع المؤهلة لكأس العالم، كيف تعلق على هذا الفوز؟ والله أنا كنت بتابع اللقاء وكنت أتمنى طبعا أن يكون الأداء أحسن من كده كمان، ولكن الحمد لله فاز المنتخب المصري ب3 نقاط غالية جدا. طبعا احنا عندنا مشكلة في تصفيات كأس العالم، في حاجة غريبة يعني دايما بنقرب جدا وبعدين في الآخر ما بنوصلش، ولكن الأداء اليوم كان مبشر. أي نعم ما كانش جيد بالصورة المطلوبة، نعم، ورغم ذلك انتصر المنتخب المصري. جاسر، متى عرفت أنه بإمكانك أن تقلد مبارك وكيف أتتك ردود أفعال في البداية؟ في منتهى الخطوط. ما فاكرين أيام 2006 و2008 و2010 كان الفرقة كلها نجوم واللعبة يعني أبو تريكة غاب في بطولة منهم كمان وكسبنا البطولة، زيدان غاب في بطولة وكسبنا البطولة، ما كناش بنعتمد على لاعب. أنا أرى أن يكون في تنوع شوية. طيب جاسر، متى عرفت أنه بإمكانك أن تقلد مبارك وكيف أتتك ردود الأفعال في بداية هذا التقليد؟ جاسر هل تسمعني؟ طيب يبدو أن هناك عطلا ما فنيا طرأ
على هذه المداخلة مع جاسر الأنور الشاب المصري والذي يقلد مبارك والذي انتشرت مقاطعه المصورة على فيسبوك وعلى يوتيوب وأجزاء منها أيضا على تويتر، وسنعاود هذا الاتصال ولكن في حلقة أخرى. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، لا تنسوا أن تشاركونا بقضاياكم وقصصكم كالعادة لعل واقعا يتغير أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.